بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أعزائي الطلبة والطالبات. بنبدأ المراجعة للسمستر 1 بأسئلة مادة الجغرافيا. بنبدأ بأول جزئية، سؤال: ما المقصود؟ ما المقصود بالجغرافيا؟ هو علم دراسة الظواهر الطبيعية والبشرية على سطح الأرض. الجغرافيا التضاريسية تهتم بدراسة الظواهر التضاريسية الموجودة على سطح الأرض. أما الجغرافيا المناخية فهي تهتم بدراسة عناصر المناخ والأقاليم المناخية. أما الجيومورفولوجيا فهي تهتم بدراسة تكوين سطح الأرض، العوامل اللي بتكون سطح الأرض. وعندي جغرافية البحار والمحيطات، دي تهتم بدراسة خصائص البحار والمحيطات. وعندي الجغرافيا الفلكية، تهتم بدراسة شكل الأرض وحركة الكواكب والنجوم. عندي الجغرافيا الحيوية، تهتم بدراسة النبات الطبيعي والحيوان البري. أما الاقتصادية، تهتم بدراسة الأنشطة الاقتصادية. أما الجغرافيا السكانية فدي تهتم بدراسة النمو السكاني والهجرة. والعمرانية تهتم بالعمران الريفي والحضري. والجغرافيا السياسية تهتم بدراسة الدولة وعلاقتها بسياسات الدول الأخرى. الجغرافيا التاريخية تهتم بدراسة الظواهر التاريخية في الماضي. أما الخريطة فهي تمثيل لظواهر سطح الأرض على سطح مستوي بألوان معينة. علم الجيولوجيا بيقول لي هو علم يهتم بدراسة نشأة الكرة الأرضية. أما الجندل فهي صخور نارية صلبة تعترض مجرى النهر. أما الوادي فهو عبارة عن أراضي تكونت على جانبي النهر، والدلتا أراضي تكونت عند مصب النهر. أما البوغاز فهي فتحة تصل البحر بالبحيرة. طيب، بما تفسر زيادة أهمية الحدود الشمالية الشرقية لمصر بسبب الاحتلال الصهيوني؟ السؤال بعده: أهمية تكوين الزمن الأركي؟ أهمية الزمن الأركي طبعا بيكون بها جرانيت ورخام وذهب ومنجنيز وحديد. حدوث التعرية النهرية بسبب نحت مياه الأنهار لمجاريها. أما التعرية البحرية فهي بسبب نحت الأمواج للصخور. بعد كده تكون تقريبا سؤال بعد كده تكون منخفض الفيوم بسبب التعرية المائية والهوائية والحركات الباطنية. اتصال نهر النيل بمنابع الحبشة والبحيرات بسبب الحركات الأرضية. يا جماعة، أهمية المنابع الحبشية لمصر: تمد مصر بحوالي 84% من المياه. أهمية الجغرافيا في حياتنا: تعرفنا الظواهر الطبيعية والبشرية الموجودة على سطح الأرض. أهمية الخريطة في حياتنا: يستخدمها المهندس والجندي والقبطان والطيار، وأيضا بتفيد الطالب في الدراسات الخاصة به. اللي تترتب على تصدر الكتلة العربية النوبية، انفصال مصر عن شبه الجزيرة العربية، حدوث التكتلات التداخلات البركانية، تكون جبل قطراني بالفيوم، حدوث الحركات الالتوائية، تكون قبو البحرية، حدوث الحركات الانكسارية، تكون جبال البحر الأحمر والمثلث الجبلي وجنوب سيناء، حدوث التعرية البحرية. طبعا التعرية البحرية أدت لتكون الرؤوس والخلجان والشروم والشواطئ. التعرية بفعل الرياح، تكون المنخفضات الصحراوية والكثبان الرملية. التعرية النهرية، تكون الدلتاوات والسهل الفيضي. أما التعرية الجوفية أدت إلى إذابة الصخور وتوسيع الشقوق وتكون الكهوف. طيب، السؤال اللي بعده بيكون على هيئة أكمل: معظم حدود مصر برية تمتد في نطاق صحراوي. الحدود الشمالية لمصر أقصر حدود برية لمصر وأخطرها أيضا. توجد حدود برية وبحرية في الشرق، عندنا حدود برية وبحرية في الشرق في مصر. جميل. أهم بحيرات المنابع الموسمية: بحيرة تانا، وأهم الأنهار عندنا النيل الأزرق. أما المنابع الدائمة فهي منابع البحيرات، وأهمها بحيرة فيكتوريا. يعد نهر كاجيرا اللي بيصب فيه بحيرة فيكتوريا هو بداية نهر النيل. يستمد النيل الأزرق معظم مياهه من بحيرة تانا. يستمد النيل الأزرق معظم مياهه من بحيرة تانا. جميل. طيب، تصل مياه نهر النيل إلى منخفض الفيوم عن طريق بحر يوسف. أكبر اتساع لوادي النيل عند بني سويف، وأضيق اتساع عند كومومبو وأسوان. تقع هضبة المعازة في شمال ثانية قنا، وهضبة العبابدة في جنوب ثانية قنا. الهضبة في شمال سيناء تعرف بالعجمة، وفي جنوبها تعرف بالتي. أما أعلى جبال مصر فهو جبل سانت كاترين، وأول شيء يجب قراءته في الخريطة هو عنوان الخريطة، ونعرف باقي الاتجاهات من خلال اتجاه الشمال. الوحدة الثانية: المدى الحراري اليومي، هو الفرق بين درجة الحرارة العظمى والصغرى خلال اليوم الواحد. المدى الحراري السنوي، الفرق بين متوسط
حر فصول السنة وأبرد فصول السنة أو شهور السنة. الرطوبة النسبية نسبة بخار الماء الموجودة في الهواء. المناخ القاري مناخ المناطق الداخلية البعيدة عن المسطحات المائية. ريح الخمسين ريح محلية محملة بالأتربة تهب خلال فصل الربيع. جميل. عندنا برضو إقليم مناخي، مساحة على سطح الأرض تتشابه في عناصرها المناخية. أما التغيرات المناخية فهو اختلال في أحوال المناخ المعتادة. والنبات الطبيعي هنا نبات ينمو دون تدخل الإنسان. أما المحميات الطبيعية فهي مساحة من الأرض أو المياه تضم كائنات حية أو نباتات أو حيوانات أو ظاهرات ذات قيمة علمية يجب الحفاظ عليها. ليه بيعتدل المناخ زي ما قلنا يا جماعة في شمال مصر؟ بسبب وجود البحر المتوسط، عدم وصول تأثير البحر الأحمر للداخل بسبب امتداد الجبال. وصول تأثير البحر المتوسط للداخل لعدم وجود الجبال. فصل الخريف أفضل فصول السنة. طبعا بيقول لي لعدم وجود تطرف مناخي. تسقط الأمطار شتاء في شمال مصر بسبب هبوب الرياح العكسية الغربية. ليه بيقل النبات الطبيعي في خليج العقبة؟ بسبب ضيق وفقر التربة. ليه بيقل النبات الطبيعي في الصحراء الغربية؟ بسبب التربة الرملية وقلة الأمطار. السؤال اللي بعده، الأهمية الاقتصادية للحيوان البري والنبات الطبيعي مرعى للحيوانات وتوجد به نباتات علاجية مثل الشيح والحرجل. ازدهار الكائنات البحرية بالبحر الأحمر بسبب دفء المياه وصفائها. إنشاء المحميات الطبيعية في مصر لحماية الحياة البرية النباتية والحيوانية المهددة بالانقراض والتكوينات الجيولوجية. ما النتائج المترتبة على الموقع الفلكي لمصر؟ حدوث الدفء شتاء وحار صيفا ومعتدل ربيعا وخريفا. تعامد الشمس على مدار السرطان أدى إلى ارتفاع الحرارة على معظم جهات مصر. عدم وجود الجبال شمال مصر مناخيا أدى إلى وصول المؤثرات البحرية للداخل. القرب من المسطحات المائية أدى إلى قلة المدى الحراري اليومي والفصلي وزيادة نسبة الرطوبة. والرياح الشمالية الرياح العكسية الشمالية الغربية أدى إلى سقوط الأمطار على شمال مصر. التغيرات المناخية على المياه أدى إلى ذوبان الجليد عند القطبين وتبخر مياه الأنهار. أكمل العبارات الآتية، تقع معظم مصر في نطاق المناخي اللي موجود معانا. المناخ اللي تقع فيه مصر معظم مناخ صحراوي مداري حار. أكثر مدينة تطرف مناخي هي المنيا، والأكثر مطرا هي الإسكندرية، والأكثر حرارة أسوان. طيب تهب المنطقة الواقعة جنوب مصر، تعد المنطقة الواقعة جنوب مصر طبعا من أكثر المناطق حرارة في مصر. تهب رياح نقط على مصر خلال فصل الربيع رياح الخمسين. الإقليم البحر المتوسط هو الإقليم الأكثر اعتدالا في درجات الحرارة. الرياح العكسية الشمالية الغربية تهب في فصل الشتاء. تهب الرياح الشمالية والشمالية الغربية في فصل الخريف. طيب يمتد مناخ البحر المتوسط حتى مدينة طنطا، ويمتد المناخ شبه الصحراوي حتى مدينة المنيا. من النباتات في سيناء نباتات ملحية والشيح والمنجروف. الصحراء الشرقية الغرقد والمنجروف. الصحراء الغربية التين والزيتون والصمت والنخيل. محمية رأس محمد محمية طبيعية. الصحراء البيضاء محمية صحراوية. والغابة المتحجرة محمية جيولوجية. من مدن إقليم البحر المتوسط الإسكندرية وبورسعيد ومرسى مطروح. من مدن الإقليم الصحراوي قنا وأسوان. من مدن شبه الصحراوي القاهرة والجيزة. من مدن الإقليم الجبلي سانت كاترين. سانت كاترين. من الشخصيات اللي موجودة معنا في الوحدة الأولى في التاريخ، الملك نعمر أسس الأسرة الأولى وصاحب أول حكومة مركزية وبنى مدينة منف. هوميروس مؤرخ إغريقي صاحب ملحمتي الإلياذة والأوديسية. هيرودوت كتب عن مصر في كتابه تمحيص الأخبار، خصص الجزء الثاني لمصر. مانيتون أول مؤرخ مصري كتب عن مصر وقسم مصر إلى 30 أسرة. بعد كده بما تفسر التقليل من حدود التعصب؟ ده التاريخ، لأنه يبين أن العالم لم يقم على حضارة أو عنصر واحد أو لغة واحدة. هي أهمية المصدر الأولي والمراجع مصدر لتوثيق الأحداث التاريخية، وهي من تفكير وإنتاج الإنسان. استفاد المصريون من النيل قيما كثيرة لأنهم عرفوا الوحدة والتضامن والتكافل والتكامل والتواصل مع الآخر.
استخدام الطبقة الوسطى للأستراقة لأنها رخيصة ومتوفرة، بالإضافة إلى ارتفاع أسعار ورق البردي. أهمية بردية إيبرسي، أقدم مخطوطة علمية في مجال الطب، وهي مرجع لبعض الأمراض. أهمية ملحمتي الإلياذة والأوديسيا، مصدر هام نعرف منه معلومات عن التاريخ الإغريقي. أهمية النقود والمسكوكات، تحدد العصور التاريخية والحالة الاقتصادية وضعف الملوك ووضعها وصور الملوك أيضا. مصر هبة النيل، مقولة ناقصة، لأن مصر هبة النيل والمصريين، لأنه لولا وجود المصري لدمر النيل هذه الحضارة. الحضارة هي ثمرة أي مجهود يقوم به الإنسان نتيجة تفاعله مع البيئة لتحسين ظروف حياته. أما التاريخ هو علم يتناول النشاط الإنساني في كافة الأزمنة. الآثار المصدر الأساسي لدراسة الحضارات. أما النقوش فهي كل الرسوم والكتابات المدونة على مواد صلبة كالحجر والرخام والمعالم. أما البرديات هي المادة الوثائقية المكتوبة على ورق البردي. الأستراقة كسرات من الفخار مكتوب عليها. النقود والمسكوكات قطع معدنية تحمل خاتم السلطة لضمان وزنها ودرجة نقاوتها. بعد كده عندنا العصور وخصائصها. عند العصور القديمة من خصائصها تم اكتشاف الزراعة ومعرفة الكتابة وظهور حضارات في حوض البحر المتوسط في الشرق. في العصور الوسطى انتشرت المسيحية وسيطرة الكنيسة الكاثوليكية على أوروبا وقيام نظام الإقطاع وسيطرة الجهل والتخلف على أوروبا، بالإضافة إلى ظهور الإسلام في القرن السابع وازدهار الحضارة الإسلامية. في العصر الحديث خصائص العصور الحديثة حركة الكشوف الجغرافية والاستعمار الأوروبي والثورة الصناعية والنهضة الأوروبية. في العصور المعاصرة إيجابيات الاستقلال عن الاستعمار والتكنولوجيا والصعود للقمر، أما السلبيات الموجودة فهي الحروب العالمية المدمرة والأمراض والتلوث. ظهرت الحضارات للأسئلة المباشرة، ظهرت الحضارات في الشرق لكن استقرت في الغرب. الآثار هي المصدر الأول لدراسة الحضارات، من الأساطير في مصر إيزيس وأوزوريس، أما من أساطير العراق فهي طوفان. من النقوش الغائرة حجر باليرمو، ومن النقوش البارزة صلاية الملك نارمر. ما الذي ترتب على عدم وجود حواجز بين حضارات العالم؟ عزز طبعا من الالتقاء بين الشعوب، بالإضافة إلى انحدار النيل من الجنوب إلى الشمال أدى إلى التواصل زي ما قلنا يا جماعة بين الشعوب. طبعا دي جزئية على السريع احنا اتكلمنا عليها. اتمنى لكم التوفيق والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.